أكد رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس دولة جزر القمر غزالي عثماني أن الشراكة الروسية الأفريقية لها مستقبل باهر بمشاركة فاعلة للشباب الواعد في القارة الإفريقية. وخلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية أضاف عثماني أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أولويات القارة وخطة 2063 للاتحاد الأفريقي للمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا والاتحاد الأفريقي. شراكتنا لها مستقبل باهر، لا سيما إذا جذبنا بشكل فعال في هذا العمل الشباب والنساء، ونحن علينا أن نساعدهم في ذلك ونعلمهم قيم الأعمال، ما سوف يؤدي إلى تحسين الأجواء التجارية والمبادرات الكفيلة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية. الشباب الإفريقي ومشاريع ستارت أب والمشاريع المشتركة، كما يجري العمل بشكل فعال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا وخطة 2063 للاتحاد الأفريقي.